الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحيتنا متجددة مع الكبار، مع هذه التحديات ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يقام على أرضية هذا الميدان تحفة ميادين السباقات، في انطلاق التحدي والإثارة في خاتمة ختاميات هذا الموسم، موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة، والذي انطلق بناء على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأمر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والرعاية الكريمة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، من خلال هذه اللحظات التي يتشرف هذا الميدان بلحظات وصوله وتشريفه لمتابعة هذه الأمسية وما تحمله من منافسات لهجر أبناء القبائل الذين قدموا من كل حدب وصوب للمشاركة في هذه التظاهرة التي تنطلقت هنا على أرضية هذا الميدان في يوم للكبار، في يوم للتحدي والمسافات الطويلة، في انطلاق لاندفاع هذه اللحظات. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق متابعينا مشاهدينا الكرام الشوط الأول، كأس الكؤوس، كأس المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم طيب الله ثراه في هذه المنافسة، في هذه التحديات، في هذه الانطلاقات التي تحمل كل القوة والإثارة وتحمل المنافسة على أرضية هذا الميدان من خلال هذه الشعارات التي تقدمت هنا للتنافس في هذه المسافة، في هذه الرحلة، البحث عن هذه الكأس، البحث عن هذا الرمز، البحث عن هذا الانتصار، البحث عن تحقيق إنجاز هنا في تحفة ميادين السباقات، جامعة الجامعات في عالم الأصايل وخاتمة الختاميات. على بركة الله انطلق الجميع من خلال هذه اللحظة بعد التشريف بالحضور والمتابعة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، الذي أعطى إشارة هذه البداية لانطلاق المنافسة والتحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. ترحيبنا أيضا بسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة المكتوم المتابع لهذه الانطلاقة، ترحيبنا بمشاهدينا الأعزاء عبر قنوات دبي ريسينج التي تتابع هذا النقل المباشر هنا من خلال هذا الميدان، والترحيب موصول بالقنوات الناقلة لتحديات رياضة الآباء والأجداد. على بركة الله انطلق الكل، سار الكل بحثا عن هذه اللحظات، عن هذه الانطلاقات، ونحن نتابع مقدمة البداية، نتابع هنا بروق محمد بن سلطان بن مرخار آل شتبي في المركز الأول وفي البداية الأولى، بينما على المركز الثاني المملكة راكان بن محسن بن فلاح الهاجري، المركز الثالث انتقالنا إلى هملولة خليفة بن علي بن بخي المسافري، المركز الرابع تتواجد ضوضاء حمد بن غانم بن سلطان آل هديفي، والمركز الخامس هذه المتواجدة قرقعة ناصر بن علي بن عبد الله المسند. في هذا التنافس، في هذه اللحظات، في هذا اليوم، خماسية البداية، خماسية الرحلة الأولى للكؤوس في هذا المساء، كأس الكؤوس هنا يحط الرحال مع نهاية هذه الانطلاقات. من يفوز، من ينتصر، من يحقق انتصار من خلال هذا الدفع الذاتي الذي يبدأ مع هذه الأسماء ويحمل هذه القوة ويحمل هذه التحديات، أول الأسماء والقائدة لهذا الكوكب المتميز، لهذه الكوكبة التي تعلن هنا انطلاقها، هي بروق شعار الصعب محمد بن سلطان
بن مرخان الاجتبي الذي يطلق بروق في هذه اللحظات بحثا عن انجاز اخر بعد ان حقق ثلاثة رموز مع بداية هذا المهرجان الكبير. المركز الثاني راكان بن محسن بن فلاح الهاجري مع المملكة من خلال هذا الأداء. من المملكة قادم، فمرحبا برجال المملكة وتحديات المملكة هنا على أرضية هذا الميدان، مملكة الحزم والعزم. المركز الثالث، الله الله الله، شعار شحاني دائما يحمل القوة والإثارة في قرقعة على المركز الثالث. مرحبا بناصر بن علي بن عبد الله المسند، ومرحبا بهالي الشحانية ما شاء الله الرائع الرائع. المركز الرابع، هناك قلق على المركز الرابع، حمد بن عبد الله بن احمد المسند الذي يعلن هنا تواجده ويدفع بهذه الاسماء المتميزه. يا سلام يا سلام. المركز الخامس، هذه الظبي محمد بن راشد بن حميدي المنصوري، اسماؤنا الكبيره، تحدياتنا التي تنطلق مع هذه اللحظات تحمل هذه القوة. 3 كيلو أولى مع البداية. الله، راقب يا من تراقب، تابع يا من تتابع لحظات الانطلاق، لحظات التحدي، لحظات المسار. يا سلام يا سلام يا سلام. الكل يتوجه إلى نقطة منتصف هذا الشوط، 4 كيلومترات القادمة بعد لحظات، القادمة من خلال هذه الاندفاعة القوية. ما شاء الله وتبارك الله، بروق بروق بروق، بارقة بروق على هذه اللحظات. بانت البروق، انطلقت هنا، تسيد الصعب، تسيد الصعب. يا سلام يا سلام يا سلام. تريد تحقيق انجاز اخر الى انجازها بعد ان جاءت بالكأس من دولة الكويت من ميدان الشهيد. يا سلام يا سلام يا سلام. الصعب بشعاره المتميز على القمة والبداية من خلال هذه المنافسة، شعار المملكة، والمملكة قادمة من خلال هذه اللحظات. راكان بن محسن بن فلاح الهاجري يحدد مساره في المركز الثاني، المركز الثالث. الله الله الله، قلق وهي قلق، قلقة هذه، ولكن الشعور بالثقة يتواجد مع قلق. حمد بن عبد الله بن احمد المسند، يا سلام يا سلام. المركز الرابع، قرقعة على المركز الرابع، حاملة في هذا الشعار، تحمل قرقعة المنافسة في الكأس الكبيرة، في كأس الكؤوس. قرقعة ناصر بن علي بن عبد الله المسند. والمركز الخامس، يا سلام يا الظبي، محمد بن راشد بن حميدي المنصوري من الظفرة. يا سلام، من الظفرة، من كل مكان، من كل تحدي، من كل انطلاق. الله الله الله، قدمت الأسماء، انطلقت الإثارة، تحددت أيضا لحظات القوة والتحدي والمسار. يوم كبير يشهد هذه المشاركة، يوم تأتي هذه الهجن هنا تقدم هنا دليلا، تقدم أداءها ما شاء الله وتبارك الله. بروق على المركز الأول، بروق مع البداية الأولى، بروق وهي بروق تنطلق ما شاء الله. منشوف البروق، يا سلام، يأتي الحياة بالفعل بالفعل بالفعل. الله 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 الله، يا البداية بروق. محمد بن سلطان بن مرخان الاشتبي مع هذه اللحظات، مع هذه الانطلاقات ما شاء الله، تباعد بالمسافة، تنطلق إلى مسارها، تعلن أنها متواجهة، تتجه إلى كيلو الغابات، بوابة الانتصارات. ومن هنا إذا أكملت بهذا الأداء إلى مرغم مباشرة، إلى مرغم. المركز الثاني، المملكة في المركز الثاني، راكان بن فلاح الهاجري مع الانطلاقة الثانية. الله، المركز الثالث، قلق وقرقعة، قلق وقرقعة، أسماء كلها تحمل أيضا تحديات. ناصر بن علي المسند وحمد بن عبد الله المسند ما شاء الله، قرقعهم يا الرائع، قرقعهم يا الرائع. أعلن التحدي والإثارة، وين موقعنا؟ وين المكان؟ كيلو الغابات هنا،
كل الغابات تجاوزنا، نتجه إلى المنعطف الأخير، منعطف الانتصارات القادمة بكل التحديات بكل الإثارة. الله 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 الله، الهبوط الهبوط المدرج المنعطف، هنا الهبوط وحط الرحال مع نهاية هذا الشوط الكبير، هذه الإثارة الكبيرة. الله الله الله، سائرة سائرة، والرب يحفظك يا انطلاقة البروق. المركز الثاني هنا قرقعة قرقعة، ناوي ناوي المسند ناوي المسند، ناصر بن عبد الله بن ناصر بن علي بن عبد الله المسند مع هذه اللحظات، اسم جديد قادم مع هذه الانطلاقة مع هذا المسار. الله اليذابه حمد بن علي بن حمد المري، يا سلام يا سلام، 2 كيلو نبلغ القادمين، نبلغ البوابة، نفتح الأبواب، نؤكد بالمسار. الله 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 الله، وين الكاس؟ كاس الكؤوس ينتظر ينتظر، هنا يعد الامتار لسن الثنايا، كأس المغفور له باذن الله تعالى. الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم طيب الله وثراه. الله الله الله، قوه اثاره تحدي، هو كأس الكؤوس بالفعل، قوه القوه، انطلاق التحديات. المركز الاول بروق، بروق مع المقدمه مع البدايه مع الانطلاق في هذه اللحظات الجميله التي تحمل هذا الاداء الممتاز. محمد بن سلطان بن مرخان، وهنا على المركز الثاني قرقعه في المركز الثاني، يا سلام، ناصر بن علي بن عبد الله المسند مع المركز الثاني مع المركز الثاني. المركز الثالث نعود مع التواجد الضبي محمد بن راشد الحميدي المنصوري، هذه اسماء الثلاثة. يا سلام يا سلام يا سلام، حاضرين يا ابو سلطان، حاضرين يا ابو سلطان. الرجاء طلب من الجماهير المتابعة لا تظهر العصا، ما شاء الله وتبارك الله، عصاها خلها في البطان، خلها في البطان، خلها من خلال هذا المسار. الله 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 الله، ما شاء الله، تاريخ حافل، تاريخ يتجول داخل الميدان وفي كل الميادين بالشعار الصعب، بالشعار الذي يعلن هذه الانطلاقة. ما شاء الله وتبارك الله، ما شاء الله، من انتاجك يا صعب. روح مو سلطان، روح روح يا صعب، روح روح مع هذه اللحظة الجميلة. الله الله، الجماهير تصفق تغني ترقص طربا مع هذه البداية مع هذه الانطلاقة. قامت راس، عدينا أول الأسماء، وإن شاء الله مع لحظات النهاية ننطلق مع هذه الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، سلامي عليك الصعب، سلامي عليكم يا هالي مرغم، سلام يا مرغم سلام، سلام يا مرغم سلام، سلام الكاس كاس الكؤوس، صفق يلي بصفق وصفر يلي بصفر. كأس الكؤوس تغنى هنا مع هذه اللحظة مع هذه الانطلاقة. يا سلام، سلام يا مرغم سلام، سلام. الله 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 الله، غني أيتها الأسماء، طير يا سلام يا سلام. المسند وصل، وصل المسند مع انطلاقة قلق، قلق في المركز الثاني، حمد بن عبد الله بن احمد المسند، بروق سامد، بروق سامد مع الكاس، بروق 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 بروق، ابرقي يا بروق، الكاس والكاس، الكاس والكاس، الكاس والكاس. سلام يا الصحب سلام، مرغم سلام، مرغم سلام، كاس الكؤوس، الشعار مرغم والاداء مرغم والرقص مع مرغم. سلام يا صاحب المضمرين، سلام ما شاء الله وتبارك الله. قلق على المركز الثاني، حمد بن عبد الله بن احمد المسند، والمركز الثالث المركز الثالث كانت الضبي محمد بن راشد الحميد المصوري، المركز الرابع قرقع ناصر بن علي بن عبد الله المسند. نعود مع التوقيت، نعود مع هذه البداية، نعود مع الكأس، كأس ما شاء الله، كأس الكؤوس. مرغم سلام، مرغم سلام، الصعب يبدو دائما
بظهوره المتميز صعبا في كل المنافسات والتحديات والتوقيت. 12 دقيقة 26 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لصاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان المركز الثاني. كانت البداية وأيضا الإثارة انقلق على المركز الثاني. حمد بن عبد الله بن أحمد المسند أيضا بتوقيت زمني 12 دقيقة 27 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية وما قصرت، أثارت الإثارة في هذا الشوط. المركز الثالث وصلت الظبي محمد بن راشد بن حميدي المنصوري، أيضا سلام إلى الظفرة وضواحيها من خلال هذه الأسماء التي أعلنت. 12 دقيقة 35 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الكرام في كل مكان، من هنا من المرموم 2017 تلاقى جميع أبطال هذه الرياضة، والتقى المسند بابن مرخان وعمالقة التضمير، وسيطر صعب المضمرين من خلال بروق المسيطرة في بداية هذا الموسم على المراكز الأولى خاطفة كأس الشهيد وميدان الشهيد في دولة الكويت الشقيقة. هنيئا يا صعب المضمرين، هنيئا يا صاحب المضمرين. خمسة من السيارات وكأس الكويت.